وغاش الصلاة تم مضح دغميت كوح قرد كردن يرد يا هوين كدقمة يفلي قبل كالسناغ يا حكومة مدح وين أحمد محمد محمود سيلايو قبا غي إنا يقعان كديق لياشي كدن بي يدلكي عبد الرساق يوسف محمود عصير وها حلقا سيتال يا قيبيت كي قبل كالساحل سيدق سامح كبدا وصهور تاكتو إسلام مركز نواتشبات كودا شرعي لمريو مضح دغميت كي wax garad ka degmada yufle ayaa xukuumadda ku dhaliilay heshiis u dhaxeeyay xukuumadda iyo madax dhaqameedka beesha uu ka soo jeeday taliye qaybeedkii gobolka saaxil lagu dilay kaasi oo ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo fulinta gacan ku dhiglayaasha dilalkaasi geystay waxayna sheegeen madax dhaqameedkan inay iyagu dhankoodi ka soo baxeen balse ay xukuumaddu aanay ka soo bixin dhankeedii dareenka baa lagu muujinayaa arinta lagu saluugsan yahay arintii ka dhacday berbera lagu dilay taliye qaybeedkii gobolka saaxil عبد الرساق يوسف محمود حكومته بلن بانو كو كلاني وحانو هاين دادكي بربرات تيجي ماشي هاوشا سوكا دعداد تيجي بانو هاين وحانو كود كلاني من بلن وحاين نقو واجب كي قاتين وحايا هايد إنا إيقونا نمقعان كو ديق لياش واجب كي لهايان مريان لكن مدحوينة كو حيقين وافكي مدحوينة كو هدلايا وحو بلن قاد إنو حكم كا سيدك دقا وفليني ولي ألا أن كانت طلابا موقادين وحاوية تدوندو وحاوية هلا كنن كو بارتين هل كاح باقدي ما هي هدي دولة دي تينا تري وركي دي نقضي بارق أما دبات تأكل عدو أما وحكة لها جيرانا البانكو إيقاها أنا أدوها بإسنين توحي لتاها إلهي بأنه إنه قلنا التلا سارينا وحبين ندوه قبسنين هادان دولد السومالي اللان سيدا يتهي وحوقا قبان وحاوي يعني السومالي اللان كمدعين تلك هالكا كدعي عاي إفوشحون وحان حكومة دوقو باقينا مدحوينا يوحي كهو سيا قعان كوديق لياش يوحي تلاكو لها سيدك دي إذا يواجب قاتان تلا بعض يك قاتان صباحي وحيدتك يعني كور دوريين لا مالنتي وحي كور دوريين يعني دلك هلك أكدع واحد لقيا الله بيكور دوري واحد مودة يعني دلك هلك أكدع ودولته هدي الله يد مايو أي هلك أكبر لنا قاضي إلى دلك هدي الله يد مايو أي حكا قبر يسو أي كبر لنا قاضي واحد مودة إنه صور كيجي يا كا واحد نقول صباحنا إلى أنه موجين ودرين كي يجا قوة جهنا ركتي ده إنه كقاضن سيدا دولته أيوة ما مشي نكا دلك يسي ولا أنا يارنكا gaagaan ku dhigliyaasha sidii kuwii hore badeen loo laayay gacan ku dhigliyaasha dawladdu cid tahay si hagar laana oo ay sidii kuwii hore ay ka yeeshaan u leenahay wasalaam dawladda iyo maamulkana waxaan u leenahay arinta iyada degdeg wax looga qab aad baan u dhaliilsanahay maxaa looga jeedaa oo dawladdu uga jeedaa oo maamulku uga jeedaa nimanka gacan ku dhig aan axmed ilsar telefishinka caalamiga star degmada yufle gobolka sanaag